سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له غلام، وكان هذا الغلام يأتيه بالخراج، وكان يأكل منه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان من عادة أبي بكر قبل أن يأكل يسأل الغلام من هذا الطعام أو من أين هذا الطعام. ففي يوم فقال له: إني تكهنت في